بسم الله الرحمن الرحيم. إن كنت تريد أن تترك العادة السرية فلا بد أن تشغل نفسك. إذا كنت متعافي مدمن عليها وتريد أن تتعافى منها بشكل نهائي، ولا أقصد هنا أن تشغل نفسك بأنك تمسك كتاب أو تتصل على أحد الأصدقاء لكي تخرج معه، لأن هذا لن يفيد. ما أقصده هو أن ترتبط بأعمال معينة، مثلا ترتبط بزيارة، يعني تضبط مواعيد أو تضع لك جدول مملوء في الأسبوع وتضبط لك مواعيد لا تستطيع أن تخلفها. مثلا تشترك بالتوست ماستر، اللي يعني هذه منظمة الخطابة اللي تعلمك على الخطابة، وانت يعني تتفق معاهم انه باليوم الفلاني راح تقدم خطاب، باليوم الفلاني راح تدير الجلسة، باليوم الفلاني كذا، يعني جوها زهيد كمثال. هذا انا لحد الحين ما اشتركت لان عندي اشغال ثانية. مثلا تشتغل بارت تايم عمل جزئي، شوف لك اي احد من اصدقائك عنده عمل او مشروع، قول له بشتغل وياك، تكفر، قول له ارجوك شغلني معك، خلني اجاوب معك الشغل من غير لا تعطيني اي معاش، ابي بس اكون مشغول، خلني امسك حلالك، خلني كذا. اشغل نفسك. حياه الرفاهيه والدلع والفراغ والاستراحه على الفراش كانك حيوان، هذه لا مزيد منها بعد اليوم. نعم. ليش؟ لان هذا اللي يحدد حياتك من مماتك. اثناء العاده السريه قد تكون تتنفس لكنك مقبور، لا توجد 1% من الحياه انت ما قاعد تعيشه، يعني كليا انت تقريبا قاعد يعني خسران يمكن 99% ونص من حياتك. راح تعرف هذا لما تترك العاده السريه، راح تتأكد انك انت فعلا ما كنت عايش. وبعد فترة من تركك لها راح تكتشف ان انا وين كنت، كوكب ثاني، بعالم ثاني. شوف الحياة شلون جميلة، لو تجلس على رصيف راح تستانس، تستمتع، تسر. لو تجلس على رصيف بس تسمع صوت طيور او تسمع صوت حتى هدير سيارات هيكون مثل الموسيقى في إذنك، لأنك كنت محبوس، محبوس ورهين العادة السرية. ما بس تأمل، أخرج في الطبيعة واختلط بها، اندمج في العبادات، تخشع فيها، زور الناس، كن مواظبا على زيارة الناس والالتقاء بهم والتحدث معهم. ستحب ردة فعلهم إيجابية عنك ولن تريد أن تخسرها. هناك الكثير ليقال، لذلك طق لايك، اشترك في القناة، كن عامل إيجابي في نشر هذه المبادئ، لأن الكثيرين كثيرين يحتاجون إلى إعانة ومساعدة. عشرات يرسلون لي رسائل يبكون يريدون المساعدة، أنا لوحدي لا أستطيع أن أساعدهم، أنا مشغول. وليست لدي عصا سحرية لكي أعالجهم بها، لكن إنما هي أفكار وقناعات وتصرفات وأفعال الإنسان يقوم بها بشكل تدريجي، وذلك هي تنخلع من نفسه هذا العادة السرية. فاستمتعوا معنا بهذه الحلقات، اشترك، طق لايك، انشر، كن عامل إيجابي، علق، انتبه، اسأل، أرسلني بتويتر على حساب ترك العادة السرية. إن شاء الله لنا اللقاء قريب معاكم. آمين.